أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. ما زال حديثنا متصلا بحول الله وقوته حول متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين عليه رحمة الله تعالى ومغفرته. وصل بنا الحديث إلى إشارته عليه رحمة الله تعالى إلى سلم المدركات أو مراتب الإدراك كما تسمى، مراتب الإدراك أو سلم المدركات، وبه نستفتح حديثنا في هذا القسم الثاني من هذه الدورة، نسأل الله أن يتمها لنا على خير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. نعم، بدأ الآن في بيان سلم المدركات أو مراتب الإدراك، فبدأ بأعلاها وهو العلم أو ما يسمى باليقين، وفسره على أنه معرفة الشيء أي إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، يعني على حقيقته، على ما هو به في الواقع يعني على حقيقته. فلو سألت شخصا ما هذا فقال قلم، فهذا علم، هذا علم، علم بهذا القلم، يدرك هذا الشيء على حقيقته وهو أنه قلم. لكن لو سألت شخصا ما هذا فقال جوال أو هاتف أو كتاب، لا، هذا ليس علما بل هو شيء آخر سنعرفه بعد قليل. ثم انتقل إلى المرتبة الثانية فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. نعم، وأما الجهل فهو إدراك أيضا، لكنه إدراك مغلوط، إدراك غير صحيح، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وقد يسمى هذا بالجهل، وقد يسمى بالجهل المركب. والعلماء يقسمون الجهل إلى قسمين: جهل مركب وهو ما بين أيدينا الآن، وهو الذي مثلنا له بقول القائل ما هذا فيقول هذا جوال أو هذا كتاب، هذا جهل مركب، إدراك الشيء على خلاف حقيقته. وأما النوع الآخر من الجهل فيسمى بالجهل البسيط. ما هو الجهل البسيط؟ مثاله أن أقول لك أو أن أقول لشخص ما هذا فيقول لا أعرف، لا أدري، فهذا هو الجهل البسيط، وهو عدم إدراك الشيء أو عدم معرفة حقيقة الشيء. ما هذا؟ يقول لا أدري. وطبعاً إذا كان السؤال عن شيء من البديهيات أو البديهيات العلمية أو العملية فهذا قد يقال فيه إن كنت تدري فتلك مصيبة، أو كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، يعني إن كنت تدري أنك لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري أنك لا تدري فالمصيبة أعظم، لأن هذا هو الجهل المركب. الجهل البسيط مصيبة، والجهل المركب مصيبة أعظم. والفرق بين العلم أو بين العالم المتصف بالعلم والجاهل الجهل البسيط والجاهل الجهل المركب في أول الأمر وفي مبدئه هو توفيق الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك بعض العلماء لما ذكر طائفة من أقوال المخالفين للعقائد السوية الصحيحة وذكر أقوالهم الشنيعة في الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته، عرج بأبيات جميلة نحتاج أن نجعلها نصب أعيننا ليل نهار صباح مساء، معناها وليس مجرد مبناها. قال فيها: فاجعل لقلبك مقلتين كليهما
من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. هذه الأقوال الشنيعة وهذا الجهل المركب وهذا الضلال المبين لم يبعدك عنه إلا الله، اصطفاك بفضله ورحمته فأنجاك فقط. هذا هو الفرق، ليس الفرق أنك فعلت وأنك لا شيء، توفيق الله سبحانه وتعالى الذي هداك بفضله أضل غيرك بعدله سبحانه وتعالى. فاجعل لقلبك مقلتين، عينين، لماذا؟ من خشية الرحمن باكيتان. لماذا؟ لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فهذا معنى مهم في غاية الأهمية، أن هذا العلم وهذا الجهل الذي قد نضحك يعني قبل قليل عندما نقول يسأل عن هذا فيقول هذا جوال أو هذا كراس، هذا في الحقيقة فضل من الله سبحانه وتعالى. فهناك من الناس من سلبت عقولهم وإن كانوا في نظر غيرهم من العقلاء، فيرى بعضهم أن تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى شيء من الحضارة والحرية، وأن إتيان البهائم ونكاح الكلاب شيء لا بأس به، وأن عبادة الثعابين والسحالي والحشرات والأعضاء شيء يعني راقي. نفس الشيء، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالذين ضلوا لم يضلوا فقط لأجل ضعف عقولهم، فتوماس أديسون أضاء لنا المسجد وأظلم على نفسه بكفره بالله سبحانه وتعالى، لم يكن غبيا، أوتي ذكاء لكنه لم يؤتى زكاة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو الجهل بقسميه، الجهل البسيط والجهل المركب، والمؤلف هنا اقتصر على الجهل المركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. ونحن أشرنا إلى الجهل البسيط، عافانا الله وإياكم من الجهل بأنواعه، ثم انتقل إلى الحديث عن نوعي العلم. فكما أن الجهل نوعان فكذلك العلم نوعان. طيب ما هما؟ قال رحمه الله: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. نعم، هذا هو النوع الأول أو المرتبة الأولى من مراتب العلم، وهو العلم الضروري، وهو علم بأمور لا تحتاج إلى نظر فكر، لا تحتاج إلى فكر وتأمل وتدبر، ولا تحتاج إلى استدلال، بحث ونظر في الأدلة. نعطي مثالاً بسيطاً في الأمور الشرعية ومثالاً آخر في الأمور غير الشرعية. فمن العلم الضروري مثلاً أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هذا من العلم الضروري الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان من أهل الإيمان، بل جميع الشرائع حتى الشرائع المحرفة كاليهودية والنصرانية يعتقدون أن الخالق الرازق هو الله سبحانه وتعالى. من العلوم الضرورية أيضاً في النواحي الأخرى الحياتية، 1+1=2، هل هذا يحتاج إلى تأمل ونظر وبحث؟ هل هذا يستوي فيه الطالب في الصف الأول الابتدائي والطالب في الماجستير والدكتوراه؟ كلاهما يعرف أن 1+1=2، فهذا من العلم الضروري. ثم انتقل للحديث عن القسم الثاني، عندك قال كالعلم. ثم بيّن، لأن في بعض النسخ ينتقل إلى العلم النظري. ثم بيّن بعد ذلك، بعدما عرف العلم الضروري، بيّن وسائل العلم الضروري، ما هي الوسائل التي يقع بها العلم الضروري، فذكر
وسيلتين ونزيد عليهما ثالثة. نعم. قالك العلم والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. نعم. إذن العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى تأمل وفكر وبحث في الأدلة يقع بوسيلتين. الوسيلة الأولى الحواس الخمس، الشم والذوق واللمس والإبصار، هذه الحواس يقع واللمس يقع بها العلم الضروري. فلا شك أنك إذا أمسكت شيئاً وقلبته بيديك أنك عالم به، تعرف ما هو وما فيه وما بداخله وما بخارجه وما لونه وما رائحته، ها؟ هذا علم ضروري يقع بالحواس الخمس. وقد تخطئ الحواس الخمس ولا لا تخطئ؟ ها؟ لأننا سنأتي الآن بعد قليل عندما نقول التواتر، وقد يحصل العلم الضروري بخبر الأحاد إذا اقترنت به القرائن كما تقول طائفة من العلماء والمحدثين، فينكرون على أن يقول خبر واحد قد يكون أحد الرواة كذبة، قد يخطئ، قد نقول نعم حتى الحواس الخمس قد تخطئ. ما هو السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ ما هو السراب؟ ترى بعينك أن هناك في الأفق ماء، فإذا جئت للماء ما وجدت شيئا. هذا تراه بخبر الأحاد؟ لا هذا تراه بعينك الحواس الخمس. فلا يقال أن العلم الضروري فقط يقع بالحواس الخمس، لأن خبر الأحاد قد يخطئ، يقال حتى الحواس الخمس قد تخطئ. إذن نذهب إلى قول السوفسطائية الذين يقولون أن العلم الضروري لا يقع أصلا حتى بالحواس الخمس. لماذا؟ لأن الحواس الخمس قد تخطئ. أه؟ السوفسطائية، فتأتي للسوفسطائية وهي فرقة جدلية يعني ملحدة غير مؤمنة، فتقول لهم هذا ماء، يقول هذا ماء عندك، أما عندي أنا سيارة، عقلك يقول أن هذا ماء وعقلي أنا يقول أن هذه سيارة. هذه إحدى فرق السوفسطائية اسمها العندية، عندك شيء وعندي أنا شيء آخر، هذه حقيقته عندك ماء، حقيقته عندي أنا سيارة، هذا عقلي وهذا عقله. إذن خلاص نترك كل العلم وكل العقلاء ونمشي في صف المجانين السوفسطائية، ها، لأجل أن الحواس الخمسة قد تخطئ. لا، نقول لا يغلب عليها الخطأ، الأحاديث الأحاد التي اقترنت بها قرائن وعدلها العلماء جيلا بعد جيل، هذه يغلب على الظن أنها صواب ليست خطأ. فحديث إنما الأعمال بالنيات معناه أحاديث أحاد، إلا أن الأمة أجمعت على صحته والعمل به وتعظيم شأنه، فلا يقال أنه لأنه قد يكون فيه خطأ لا يعمل به. ومن قال أن الشريعة بنيت كلها على القطعيات؟ هو دخول الوقت هذا قطعي؟ دخول الوقت للصلاة هذا قطعي؟ غلب الظن، ربما أخطأت. فإذا قلنا ربما هذه وأدخلناها في كل شيء، إذن لن نترك هذه العبارة ولن نكمل الكتاب، لذلك لابد أن نكمل. طيب أكمل. إذن يقع العلم الضروري بوسيلتين بينهما المؤلف، وهما ها الحواس الخمس، وهما الحواس الخمس وكذلك التواتر، ونحن نشكره على هذا ونوافقه، لكن نقول بعض العلماء زاد ثالثا وهو خبر الآحاد الذي اقترنت به قرائن مثل إجماع الأمة واتفاقهم على صحته أو اتفاق الشيخان على إخراجهما، على إخراج هذه الآثار والأحاديث البخاري ومسلم، وقد أجمعت الأمة على إمامتهما، فهذه أحاديث قد تكون أحادا لكن قد تفيد العلم أيضا، واختلف هل تفيد العلم الضروري ولا العلم النظري، لكن على كل حال تفيد العلم. طيب ننتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب العلم. قال رحمه الله وأما علم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. نعم، يعني علم يقين، لكن حتى تصل إليه تحتاج إلى مقدمات، منها مقدمات النظر وهو الفكر في المنظور فيه الموصل إلى علم أو ظن، هذا هو معنى النظر، هو الفكر في المنظور فيه الذي يوصل إلى علم أو ظن، أو قد يحتاج إلى استدلال وهو طلب الأدلة والنظر فيها والبحث فيها وفي رجحانها. طيب العلم المكتسب مثاله
1500 في 250. ها؟ هذه ليست مستحيلة، لكن إذا بدأت الآن تمسك ورقة وقلم وتحسب ستصل إلى النتيجة. وإذا وصلت إلى النتيجة هل ستشك؟ هل بعد أن تحسب ها ستكون متيقن ولا شاك؟ ربما بمليون وكذا أو ربما باثنين مليون، لا ستصل إلى نتيجة قطعية، فهو علم يقين، لكن احتاج إلى نظر تأمل. ومثله مثلا قضية اشتراط النية في الطهارة، هل النية شرط في الطهارة أو لا؟ نحن ما مختلفون، عامة العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة يقول نعم النية شرط لصحة الطهارة، وبعض العلماء يقول ليست شرط كأبي حنيفة وسفيان الثوري رحمة الله عليهم. فهذه مسألة ليست الوصول لليقين فيها ليس بسهولة، تجل النظر والتأمل في الأدلة وجمع الأدلة وجمع طرق بعض الأحاديث والاستنباط من هذه الأحاديث حتى تصل إلى أن نعم النية شرط لصحة كل عبادة. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما الأدلة التي استدل بها الحنفية وهي كذا وكذا فالرد عليها كذا وكذا، هذا يحتاج إلى مناقشات علمية ومباحثات، فلذلك هذا قد تصل فيه إلى علم نعم لكن بعد استدلال، فهذا علم لكن علم نظري وليس علم ضروري. واضح يا إخوة؟ واضح. ننتقل إلى ما بعد. نعم. ثم فسر النظر فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. نعم. أنا أرجو من معز ألا تترك كلمة، يعني ربما أنا أنتقل إلى شيء آخر اعتمادا على ما عندي. اقرأ كل كلمة بحيث إذا يعني بعد الدرس أجزنا الحضور بالسند إلى الإمام الجويني في هذا المتن، يعني نكون قد يعني صدقنا أننا سمعنا المتن كاملا. واضح؟ فإن شاء الله أنت مؤتمن على هذا وأنت إن شاء الله أمين. نعم تفضل. والنظر والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. هذا هو النظر الذي قلنا قبل قليل أنه الفكر في حال المنظور، يعني في الشيء الذي تتفكر فيه. لماذا؟ ليؤديك إلى علم أو ظن فيه. نعم. فعندما نقول لك ما هذه الزجاجة، ربما أنت أول مرة ترى هذا الشكل من أشكال زجاجات الماء أو قوارير الماء، فتحتاج تقول آه هذا ماء. فهذا الذي تفعله الآن وتقرأ المكتوب، ربما ليست ماء، ربما عصير لونه مثل لون الماء، فتحتاج إلى تأمل قليل. هذا هو الفكر، هذا هو الفكر أو هذا هو النظر. نعم. والاستدلال والاستدلال طلب الدليل. نعم طلب الأدلة. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، أنه علامة عليه. أي ولا أنه على هكذا؟ أنه. ممتاز. عندي أنا لأنه لكن لا بأس. والدليل لغة، وهذا تعريفه في اللغة، قال والدليل لغة هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب. وأما تعريفه في اصطلاح الأصوليين فيقولون الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. مرة أخرى، الدليل عند الأصوليين هذا تعريفه في اللغة، المرشد إلى المطلوب. لكن عند الأصوليين يقولون الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وما معنى مطلوب خبري؟ يعني علم أو ظن، علم أو ظن. وأما تخصيص بعض المتكلمين الدليل بالقطع فقط الذي يفيد العلم فقط، فهذا يخالف كلام عامة الفقهاء في تعريفهم للدليل. فكما أن الدليل في اللغة ما أرشدك إلى المطلوب ظناً أو قطعاً، فكذلك الدليل في الشرع ما أداك إلى المطلوب ظناً أو قطعاً. وهذا التقسيم بين الدليل والأمارة لم يعرف حتى جاءت المعتزلة ومن بعدهم. طيب ننتقل إلى مرتبة أخرى من مراتب العلم. إذن عرفنا المرتبة الأولى من مراتب الإدراك أو سلم المدركات، وهي العلم بنوعيه ثم الجهل بنوعيه، ثم ننتقل الآن إلى المرتبة الثالثة وهي الظن. قال والظن والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم. والظن تجويز أحد أمرين
أحدهما أظهر من الآخر، تجويز أمرين أو أحد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، بمعنى بالنسب حتى نقرب المعلومة، مثلاً 70-60%، ها، فهذا هو الظن، فهذا هو الظن، كما ترى أحد الإخوة فتقول يغلب على ظني أني رأيتك سابقاً، صح؟ فهذا ظن، هذا ظن، قد يخطئ لكن الغالب فيه الصواب، نعم هذا هو الظن. طيب إذن العلم يمكن أن نقول بنسبة 100%، الجهل 0، الظن 60-70-80. طيب ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. تجويز أمرين لا مزية، يعني لا فضل ولا قوة ولا ميزة تميز أحدهما على الآخر، يعني بنسبة 50%. يعني هل حضر زيد الدرس؟ لا أدري والله، ربما حضر ربما لم يحضر، أنا لم أره، ربما حضر ولم أره، أو ربما غاب، 50-50%، هذا هو الشك، هذا هو الشك. طيب بقي مرتبة واحدة لم يشر إليها المؤلف، وهي الوهم، وهي الوهم. الوهم، ما هو الوهم؟ حتى نعرف الوهم نرجع مرة أخرى إلى الظن. ما هو الظن؟ ها، تجويز أمرين أحدهما أظهر. إذن هل جاء زيد الدرس؟ أظن أنه جاء. إذن جاء، مجيء زيد ظن، وعدم مجيئه وهم. مجيئه يغلب على ظني، كأني رأيت زيدا في الدرس، أنا أذكر هذا، لست متأكدا لكن أظن أني سلمت عليه، فهذا 70% أنه حضر. طب 30% الباقية أنه لم يحضر، هذه تسمى وهما، هذه تسمى وهما. إذن عندنا العلم 100%، الظن 60-70-80% إلى ما قبل 100%، والشك 50%، الوهم 40-30-20%، والجهل 0، وقد يكون بالسالب في الجهل المركب، نسأل الله السلام. هذا هو سلم المدركات أو مراتب الإدراك. ويعرفون الوهم بقولهم إدراك الشيء مع ضد راجح. ما هو الوهم؟ إدراك الشيء مع ضد راجح، ومثلنا له بما تيسر. طيب ننتقل. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أكمل. وأبواب أصول الفقه، انتقل مباشرة إلى الأبواب. طيب يتكلم الآن عن تعريف أصول، بعدما قدم بهذه المقدمات كلها رجع الآن إلى التعريف الإجمالي لعلم أصول الفقه، أو تعريفه باعتبار مركبا، أو تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن، بعدما انتهى من تعريفه باعتباره مركبا الآن انتقل إلى تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن. ما هو تعريف أصول الفقه؟ قال هو أدلة الفقه، ها، الإجمالية أو إجمالا، هذا هو تعريف أصول الفقه. فعلم أصول الفقه هو علم بأدلة الفقه الإجمالية، والبعض يزيد فيقول طرقه الإجمالية أو طرقه على سبيل الإجمال، أو مع زيادة أخرى فيقول وحال المستفيد ومعرفة حال المستفيد. وفي الحقيقة علم الأصول يعرفه العلماء بطريقين، أحدهما أن ينظر العلماء إلى ثمرة علم الأصول، والفريق الآخر ينظر إلى موضوعه. فمن نظر إلى ثمرة علم الأصول يقول علم الأصول هو العلم بقواعد
تساعد على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فينظر إلى الثمرة. ما هي الثمرة؟ الاستنباط. فيعرف علم الأصول كما ذهب ابن اللحام وغيره إلى هذا التعريف، أن علم الأصول تعريفه هو العلم أو معرفة قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وبعضهم ينظر إلى علم الأصول باعتبار موضوعه. ما موضوع علم الأصول؟ الأدلة. فيقول علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية أو طرق الفقه الإجمالية. فبعضهم ينظر إلى هذا وبعضهم ينظر إلى ذاك، ولكل وجهة هو موليها، يعني كلاهما صحيح وكل منهم له وجهة تختلف عن صاحبه، لكن في الأخير المقصد من التعريفات هو تقريب المعرفات. وقلنا أن بعضهم يزيد على طرق الفقه إجمالاً أو أدلة الفقه إجمالاً فيقول وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد أو حال المستدل، ليدخل أرباع أصول الفقه الأربعة التي ذكرناها. علم الأصول أربع أحكام، أدلة دلالة حكام، فهذه أرباع علم الأصول تدخل في هذا التعريف أيضاً. طيب، إذن هذا هو تعريف علم أصول الفقه، أنه أدلة الفقه الإجمالية أو طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. يدخل في هذا التعريف الحديث عن الأدلة وثمرة الأدلة وهي الأحكام، ثم كيفية الاستدلال بها وهي طرائق الاستنباط وإثبات حجية الأدلة من عدمه، ثم حال المستدل وهو المجتهد. والإمام الغزالي رحمه الله في كتابه العظيم المستصفى شبه علم أصول الفقه بشجرة لها ثمرة، شجرة لها ثمرة، وهذه الشجرة لها فروع، والمجتهد بالمزارع. فالشجرة التي لها فروع فيها ثمار هي الأدلة، والثمرة التي في الشجرة هي الأحكام، والمستدل المجتهد هو المزارع الذي يأخذ الثمرة من الشجرة، وقدرته على أخذ الثمرة من الشجرة هي طرائق الاستدلال. واضح؟ ها؟ كم تدفع؟ مجانا هذا؟ لا إله إلا الله. طيب نرسم. في مقدمة كتاب المستصفى للإمام الغزالي المتوفى سنة 505 من الهجرة، واسمه محمد ابن محمد ابن محمد، ثلاث محمدات، محمد ابن محمد ابن محمد رحمه الله، يقول أن علم الأصول مثل هذه الشجرة. طبعا أعرف أن رسمي يضاهي رسم ليوناردو دافنشي يعني، لكن التواضع لابد منه. طيب، هذه الشجرة لها فروع وفيها ثمر، لها أوراق وثمر. يقول المزارع، حتى لا يقول أحد يعني الرسم حرام، لا، هذا الرسم يعني عجيب. طيب، فيقول المزارع هو المجتهد، والشجرة التي فيها الفروع والثمار هي الأدلة، وعمل المزارع الذي هو المجتهد هو النظر لهذه الأدلة ومعرفة كيف يقطف منها ثمارها، كيف يحصد هذه الثمار. واضح؟ فعمل المجتهد هو استنباط الأحكام بالنظر في الأدلة، فيقرأ قوله تعالى
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، سورة البقرة. فيقول هذه الآية يستنبط منها حكم وهو وجوب الصلاة. كيف عرف أن الصلاة واجب من عدلة؟ يقول لأن الله قال وأقيموا، وأقيموا فعل أمر اقترن بضمير الجمع، وفعل الأمر يدل على الوجوب، فتكون الصلاة واجب. هذا عمله. فإذا عندنا مزارع وعندنا شجرة فيها، وهي الأدلة فيها ثمار فيها أحكام، وأصول الفقه يساعد هذا العالم أو الذي جعله كالمزارع في أخذ الثمار أي الأحكام من الشجرة وهي الأدلة، فهو صور علم الأصول بهذه الصورة. واضح يا إخوة؟ واضح. تفضل. هذه الصورة أين كان هي القدرة على أخذ الثمار من الشجر، ليس كل أحد. يعني الآن مثلا أضرب مثال بأحب شجرة إليكم، جوز الهند ليس الدوريان، لأني لا أحب الدوريان، خلينا نتكلم في شيء مشترك. ها؟ جوز الهند شجرة طويلة أليس كذلك؟ هل كل واحد منا يستطيع يصعد هذه الشجرة ليأخذ منها؟ ربما يصعد فيقع فيموت. ها؟ فلا هو نال الشجرة أو نال الثمرة من الشجرة، ولا هو عاش سالما، فيكون شهيد جوز الهند. إذن أخذ جوز الهند من الشجرة يحتاج إلى علم وإلى قدرة وإلى خبرة. هذه أصول الفقه، القدرة. لا، القواعد الفقهية لا علاقة لنا بها. قواعد الفقه شيء والقواعد الأصولية شيء. لا، هذا الرسم خاص بأصول الفقه فقط، تعصب أقصد يعني هكذا. نعم، وأصول الفقه وقواعد الفقه من هذه الأخطاء الشائعة. يعني العبد الفقير له مقالة علمية على موقع الألوكة بعنوان الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، قرأها أكثر من 200,000 شخص، لا أعرف لماذا، لكن هكذا. هذه المقالة تكلمت فيها 6 صفحات 7 صفحات، مقالة يعني عن الفرق بين القواعد. من الأخطاء الشائعة أن يظن أن القواعد الفقهية أدلة أو تعين على الاستنباط. القواعد الفقهية ليست أدلة. ومن الأخطاء الشائعة التي نواجهها أن الطالب يدرس القواعد الفقهية في السنة الأولى أو الثانية في الكلية، فيأتي أحد المشايخ فيقول هذا حلال مثلا لي لأجل كذا وكذا. هذا الطالب يستغرب، لماذا؟ مع أن القاعدة أن الأمور بمقاصدها. القواعد الفقهية أصلا لم تصنع لتكون أدلة، بل القواعد تحتاج إلى أدلة أصلا لثبوتها، وبعض القواعد محل نزاع. القواعد الفقهية تسهل حفظ الفروع الفقهية، لأجل هذا جعلت، لأجل هذا ألف فيها الفقهاء، فهي معينة على حفظ الفروع. كما قال شيخنا العصيمي: غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي. هذا هو غايتها، وليس غايتها أن تعينك على الاستنباط. لكن الفقهاء المجتهدون يقيسون عليها بعض النوازل فيعرفون أحكامها، هذا شيء آخر، وهذا ليس وظيفتي ولا وظيفتك، فهي ليست أدلة. فهذا شيء من فهي ليست هنا. أصول الفقه أرقى، أصول الفقه أرقى بكثير وأقوى من القواعد. لذلك يقال أصولي، لا 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 يقال قواعدي. لا، قواعدي يعني فقيه، وهذه مرتبة عظيمة، لكن أقصد أصولي هذا شيء خاص، علم محكم له باب ويعني وبناء مشيد، وليس هذا تقليلا من علم القواعد أبدا، لكن أقصد هذا محله عند العلماء وهذا محله عند العلماء. لذلك اختلفوا، هل الأصولي مجتهد مطلق؟ وهل الفقيه مجتهد؟ لكن لم يختلفوا هل القواعدي مجتهد؟ لا، القواعد علم أدنى من علم الأصول، وهو جزء من علم الفقه، وبه تكتمل آلة الفقيه أو تقوى، لكن ليس كافياً أبداً. نعم، لكن الأصولي فقط، قال بعض العلماء أن الأصولي فقط ولو لم يكن عالماً بالفقه يكفي ليكون مجتهداً يفتي الناس. فعلم الأصول له منزلة أخرى، صلى الله أن يفقهنا في الدين. طيب، ثم قال بعدها: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. طيب، هذه الأبواب التي ستذكر تفصيلاً داخل الكتاب، يعني هذا يمكن أن يكون بمثابة الفهرس، هذا فهرس لما سيذكر في الكتاب، وهذا أيضاً الذي نبهنا عليه بأنه أسلوب، أسلوب اللف والنشر، جمع لك المعلومة ثم سيأتي بعد قليل بتفصيلها إلى نهاية الكتاب، فهذا فهرس لكل ما سنقرأه في الكتاب إلى نهاية الكتاب. الفهرس الذي تجده في الكتب المعاصرة في نهاية الكتاب هو جعله في بداية الكتاب من باب التشويق إلى ما ستقرأه في الكتاب، ولذلك بعض المعاصرين يرى أن الفهرس يكون في بداية الكتاب وليس في آخره حتى يشوقك ويعرفك بما سيذكر في الكتاب، أما في نهاية الكتاب كأنك قرأت الكتاب كاملاً ثم لا لا. لذلك بعض المعاصرين يضع الفهرس فيه، وهذا موجود في أول الكتاب، تفتح تجد الفهرس أول شيء ثم المقدمة ثم ما بعد. طيب، نبدأ بالفصل الأول من فصول الكتاب، وكل هذه كانت مقدمات، يعني الآن أما بعد، الآن سنقول أما بعد. طيب، بسم الله. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو نعم اسم. يقصد هنا الكلام عند العرب، إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، هذا يقصد الكلام عند العرب، وهذا هو تعريفه، لفظ مركب بالوضع أو اللفظ المفيد المركب بالوضع، وكل واحدة من هذه الأربعة يعني فيها كلام، لكن هذا هو تعريف الكلام. إن شاء الله أستاذ عبد الحليم يفصل لنا فيه تفصيلاً وهو أهل لذلك ونستفيد منه جميعاً. نعم. طيب، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. الآن سيذكر تقسيمات أو أقل ما يتركب منه الكلام، وهو يعني تقسيم فيه في بعض النسخ، لا أدري أن النسخة التي سنقرأ منها الآن وسأخبركم بما عندي. اقرأ كل هذه الجملة. أقل ما يتركب منه الكلام، قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. نعم، هكذا عندي كذلك. في الحقيقة هذه القسمة يعني قسمة غير القسمة التي مشى عليها أهل العربية، فهم يقسمون أقل ما يتركب منه الكلام إلى اسمين أو فعلين، وما يعرف بالجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكل ما ذكره غير هذين القسمين يؤول إلى أحد القسمين. فهو مثلاً يجعل يا محمد نوع من أنواع الجملة تتكون من حرف واسم، لا، البصريون مثلاً يقول هذا مؤول إلى أدعو محمد، فهي جملة فعلية، مؤول إلى الجملة فعلية، يرجع إلى الجملة الفعلية، لا يجعلونه نوعاً خاصاً، لكن هو مشى على قسمة ربما مشهورة عند بعض العلماء أو عند الكوفيين أو غيرهم، يعني لست يعني أعرف هذا، لكن ربما أستاذنا عبد الحليم يبين لنا. هيا أستاذنا، أن يقال يا محمد هذه جملة تتكون من حرف واسم، هل هذا يمشي يعني أو ماذا؟ يجب أن تؤول إلى جملة أدعو محمد، هذا هو، لكن ربما هذا مذهب لبعض علماء العربية، لكن المشهور وهو مذهب البصريين أن هذه لا تعتبر جملة مستقلة، بل هي مؤولة إلى جملة فعلية أدعو محمداً أو نحو ذلك. جزاكم الله خيراً أستاذنا. نعم. طيب، نضرب بعض الأمثلة على ما ذكره، على ما ذكره. فالجملة التي تتكون من اسمين هي الجملة الإسمية، مثل زيد قائم مثلاً. وأما الجملة التي تتكون من اسم وفعل مثل قام زيد، وهي الجملة الفعلية، هذا هو المعروف الآن. ثم قال أو فعل وحرف مثل قولك ما قام، هل قام زيد؟ ما قام. يقول أن هذا نوع من أنواع الجمل، وكما قلنا يؤول، تؤول مثل هذه الجمل إلى اسمية أو فعلية، لكن هو فصله. أو اسم وحرف مثل قولنا قبل قليل يا محمد، يقول هذه نوع من أنواع الجمل، وإن كان البصريون يرون تأويلها إلى
جملة فعلية وهي أدعو محمداً أو زيداً ونحو ذلك. طيب، هذا التقسيم الأول للكلام باعتبار أقل ما يتركب منه جمل الكلام عند العرب، إما جملة اسمية اسمين أو جملة فعلية من اسم وفعل، أو جملة من اسم وحرف أو من فعل وحرف كما مشى. هذا التقسيم الأول. سننتقل الآن إلى تقسيم ثاني، ثم قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. نعم، هذا تقسيم للكلام باعتبار ما يدل عليه. هذا تقسيم رقم اثنين، تقسيم الكلام باعتبار ما يدل عليه، فقد يدل على طلب، على طلب فعل وهو الأمر، مثل قم، أو قد يدل الكلام على طلب ترك وهو النهي، طلب ترك وهو النهي، مثل لا تقعد، وقد يدل على على خبر، مثل جاء محمد، وقد يدل على استخبار وهو الاستفهام، هل جاء محمد؟ هذا مثال الاستخبار، والاستخبار هو طلب الخبر يعني الاستفهام. وأرجو أن تكتب مثالاً على كل ما نقوله لي حتى إذا رجعت تفهم، لكن إذا لم تكتب مثال ولم تكتب توضيح عندما تقرأها مرة أخرى تقول ما معنى استخبار، فكأننا لم نفهم ما فهم وشرح. طيب، سينتقل الآن إلى تقسيم ثالث. ما هو هذا التقسيم؟ وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم. وهذا هو تقسيم ليس الكلام بل تقسيم الإنشاء غير الطلب، فالإنشاء منهما الكلام، منهما هو خبر ومنهما هو إنشاء، والإنشاء منهما هو طلبي ومنهما هو غير طلبي، وهذا تفصيله في غير هذا المحل، لكن هذه القسمة هي قسمة الإنشاء غير الطلبي، وهو نوع من أنواع أو قسم من أقسام الكلام. قسمه إلى تمن. ما هو التمني؟ ما هو التمني؟ طلب شيء لا مطمع لحصوله، طلب شيء لا يمكن حصوله في العادة، وإلا فإن الله على كل شيء قدير، مثل قول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هل يمكن أن يعود الشباب؟ لا يمكن، صح؟ فهذا يعني تمني، طلب شيء يستحيل حصوله عادة. ثم قال: وعرض. والعرض، ما هو العرض؟ هو طلب برفق ولين، ألا تأكل معنا، ألا تأكلون، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون، كما قرأنا في الفجر في سورة الذاريات. فهذا طلب يعني فيه تأدب ورفق، وإلا لو كان صاحبك كل يا محمد كأنك تأمره، هو طلب في الأخير، لكن هذا من شخص أرفع منك مكانة أو لا تعرفه معرفة جيدة، فتقول له: ألا تأكل معنا. والثالث قال: وقسم. وقسم، والقسم هو أسلوب يؤتى به لتأكيد حقيقة ما أو لتأكيد شيء ما، وله ثلاثة أركان: أداة القسم وهي الواو والتاء والباء، تقول: والله، تالله، بالله، والمقسم عليه وهو لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقسم بغير الله ولا بأسمائه، فتقول: والله، والرحمن، وربي، ونحو ذلك. والقسم الركن الثالث هو جواب القسم، مثل قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالواو أداة القسم، العصر المقسم عليه جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر. طيب، ثم انتقل إلى قسمة رابعة من تقسيمات الكلام. حاول أن تضع أرقام، القسمة الأولى واحد، الثانية حتى تفرق بين الكلام. طيب، ما هو التقسيم الرابع؟ ومن وجه آخر
ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إلى حقيقة ومجاز، ثم سيشرع الآن في الكلام عن الحقيقة والمجاز. هذا تقسيم للكلام باعتبار استعماله في مدلوله الأصلي من عدمه. هذا تقسيم للكلام، هذه القسمة الرابعة، تقسيم للكلام باعتبار استعماله، يمكن أن نقول هكذا اختصارا، باعتبار استعماله أو باعتبار استعماله في مدلوله الأصلي من عدمه. فالكلام العربي إما أن يستعمل في مدلوله الأصلي أو أن يستعمل في غير مدلوله الأصلي. فإن استعمل في مدلوله الأصلي فهو الحقيقة، وإن استعمل في غير مدلوله الأصلي على وجه يصح فهو المجاز. وهل تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم صحيح؟ اختلف العلماء فيه، وهذا الخلاف قديم قبل أن يولد ابن تيمية أو يؤلف شيئا. هذا الكلام وإنكار المجاز أنكره بعض علماء اللغة في القرن الثالث والرابع الهجري، بل هذا التقسيم أصلاً لا يعرف إلا في القرن الرابع فما بعده. فإنكار هذا التقسيم مسألة علمية ليس لها علاقة بطائفة أو حزب أو عالم، بل هي مسألة قديمة. وهناك من العلماء من أنكر المجاز بالكلية في اللغة والقرآن قبل أن يولد ابن تيمية، ثم جاء ابن تيمية فرأى هذا القول قولاً راجحاً عنده، فليس أول من يقول به ابن تيمية، بل سبقه إلى ذلك حتى داود الظاهري، وهو من علماء القرن الثالث، توفي 200 ونيف. داود الظاهري صاحب المذهب أنكر المجاز. فإنكار المجاز قول معروف، وللشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني المتوفى سنة 1393 من الهجرة، صاحب أضواء البيان، له كتاب جميل في هذا، في هذه المسألة، جميل في مبناه ومعناه بغض النظر وافقته في النتيجة أو لا، أنكر فيه ثبوت المجاز، ونقل إنكار المجاز عن قدماء علماء المالكية كأبي بكر ابن خويز من داد رحمه الله وغيره من علماء اللغة وعلماء الأصول وغيره. فالمسألة قديمة جدا، في القرن الثالث والرابع كانت متداولة، ثم بعد ذلك اشتهر القول بالمجاز. فمن رجع إلى قول الأوائل يعني لم يأتي بشيء من كيسه، إنما رجح قولا كان مرجحا عند كثير من العلماء قبله، نعم، وليس متمثلا بقول القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، بل سبقه إلى ذلك كثيرون. فلا إنكار إذن، إذا تنكر القول لا بس، إنكر القول واذكر أدلتك وبراهينك بدون إساءة لأحد. طيب، ننتقل إلى هذه القسمة الرابعة سيفصل فيها الكلام نوعا ما. قال بعدها: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. نعم، من ضمن الأشياء يعني العجيبة في هذا القول، وهو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أنه قائم على فكرة تسمى الاصطلاح. الاصطلاح، وهذا يرجع إلى مسألة أصولية طويلة اسمها مبدأ اللغات. هل اللغة عموما شيء أوحى الله به إلى البشر، أو شيء اصطلح البشر عليه فاجتمعوا وقالوا ما رأيكم هذا الحيوان المفترس ماذا نسميه؟ فقال قائل هذا يسمى الأسد، خلاص وافقتم الأسد، وهذا القائم الذي يشبهنا ماذا نسميه؟ إنسان. طيب، وهذا ما يعني فكرة تقسيم الكلام إلى حقيقة قائمة على هذا المبدأ، على أن الكلام اصطلاحي، اتفق البشر فيما بينهم على تسمية الأشياء بمسميات معينة. فإن استعملوا كلامهم في هذه الأشياء التي اتفقوا عليها فهذا حقيقة، وإن خالفوا ذلك فهذا مجاز. فإذا سمي الإنسان بالأسد إذن هذا غير الحيوان المفترس، إذن هذا ليس حقيقة، مجاز، لأننا اتفقنا على تسمية هذا الحيوان المفترس فقط بالأسد. فكرة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أصلاً قائمة على هذا. والغريب أن عامة العلماء يقولون أن مبدأ اللغات وضعي وليس اصطلاحي، ومع هذا يذهبون إلى أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وهذه مسألة تحتاج إلى بحث ليس هذا محله، لكن
حتى يعني لا يظن الإنسان أن المسألة سهلة، أكيد يوجد مجاز، أكيد لا يوجد مجاز، لا، الأمر ليس هكذا، ليس بأكيد. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، من أنتم؟ المسألة تحتاج إلى بحث وتأمل طويل، ليس هذا محله. واسم رسالة الشيخ الأمين منع جواز المجاز في المتعبد للإعجاز أو نحو ذلك، منع جواز المجاز، يرجع إليها، موجودة في مجموع مؤلفاته عليه رحمة الله تعالى. طيب، هذا هو الحقيقة. مثالها استعمال الأسد للحيوان المفترس المعروف. طيب، أكمل. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبة. هذا تعريف آخر للحقيقة، وهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. عندك هكذا؟ أي نعم. من المخاطبة يعني مشكلة، ها؟ أي مخاطبة. يعني لو كانت من المخاطبة لكانت أقرب. على كل حال، هذا هو تعريف آخر للحقيقة، وهذا أوضح في أن الكلام اصطلاحي عند القائلين بهذا القسم أو بهذا التقسيم. فما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة فهو معدود في ماذا؟ في أنه من الحقائق. وما استعمل في غير ما اصطلح عليه فهو مجاز. طيب، ثم انتقل إلى المجاز. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، يعني كلام استعمل في غير موضوعه الأصلي، كتسمية الرجل الشجاع أو وصفه بأنه أسد. فعندما يقول قائل رأيت أسدا يخطب على المنبر، ها، ماذا نفهم؟ أنه أسد مفترس، نفر مباشرة، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ها؟ ولا لا نفهم أنه حيوان مفترس؟ لا، نفهم أنه إنسان شجاع تكلم في مواضيع تهم وتشغل المسلمين وبينها بيانا شافيا ولم يخف في الله لومة لائم. طيب، ولا بد في المجاز، لا بد فيه مما يسمى بالعلاقة، وهو ارتباط بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. فمن سميته أسدا لابد أن يكون شجاعا، يعني لا يمكن أن تطلق الأسد على الإنسان الجبان، هذا لا يكون مجاز، هذا يكون اختراع للغة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لكن وصف الشجاع بأنه أسد يمكن أن يكون مجازا لاشتراكهما في صفة وهي الشجاعة. لكن تسمية الجبان بالأسد هذا يعني لا يمكن. أحد الشعراء كان يسكن في الأندلس في زمن ملوك الطوائف، وكان في هذا العصر الأندلس قد قسمت وتشرذمت، كل قطعة من أرضها لها ملك يحكمها، ويتحاربون ويتقاتلون فيما بينهم، ويدفع بعضهم الجزية إلى النصارى ليحمونه من أخيه المسلم. أسماء هذه الملوك ما هي؟ المعتصم بالله، المعتضد بالله. فهذا الشاعر خرج من الأندلس وذهب وعاش في المغرب، فقيل له لماذا تركت الأندلس؟ فأنشد قائلا مما يزهدني في أرض أندلسي أسماء معتضد فيها ومعتصمي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. كأنه هر، قطة، كوتشين، يفعل هكذا مثل الأسد، وهو اسمه معتضد ومعتصم ويدفع الجزية إلى النصارى. أي معتضد هذا؟ معتضد بمن؟ معتضد بالشيطان أو بالصلبان ممكن، لكن معتضد بالله؟ أي اعتضاد بالله هذا؟ متقوي بالله، يعني هذا متقوي بالنصارى، معتصم هذا ليس معتصم بالله، هذا معتصم بجورج ولا يوحنا. فترك الأندلس وخرج، قال لا أعيش في أرض أسماء ملوكها معتصم بالله وهو في الحقيقة معتصم بالشيطان وأعوانه.
فالله المستعان. فهذا نفسه لا يمكن أن تطلق أسدا على رجل هزيل غير شجاع، بل تطلقه على رجل قوي في الحق، شجاع في النطق به، والله المستعان. طيب ننتقل الآن إلى أقسام الحقائق. سيقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وهذا ما عليه الجمهور. نعم. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. نعم، قسم الحقائق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقيقة اللغوية، وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي عند أهل اللغة، كاستعمال الأسد للحيوان المفترس، هذه حقيقة لغوية. والحقيقة العرفية اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي عند أو في عرف طائفة ما، في عرف طائفة ما، مثل أن بعض العرب يطلقون الدابة ويخصونها بذوات الأربع. الدابة في أصل لغة العرب كل ما يدب على الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. في سورة هود يدخل في هذه الآية الإنسان والنملة والجمل والفيل، لكن بعض العرب يخصون الدابة بذوات الأربع فقط، كأعزكم الله الأبقار والحمير والجمال ونحوها، هذه فقط التي يسمونها، يطلقون كلمة الدابة ويريدونها فقط دون غيرها. لا أدري والله، لكن العرب هؤلاء يعني قدماء، فكانوا لا يعرفون السيارة. لكن هل يوجد قياس في اللغة؟ لو كان فيه قياس لألحقنا السيارة بدواب العرب في القديم. طيب، إذن هذه حقيقة عرفية. وهناك حقيقة شرعية، وهو استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه في الشرع، مثل تسمية العبادة التي تتكون من القيام والقراءة والركوع والسجود بالصلاة، هذه حقيقة، لكن حقيقة شرعية، لأن الصلاة في لغة العرب هل معناها هذه العبادة؟ لا، معناها الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم، ليس صلي عليهم يعني صلاة الجنازة نقتلهم ثم نصلي عليهم، لا لا، ليس هذا المقصود، إنما صلي عليهم أدعو لهم. فالصلاة هنا جاءت في هذه الآية على حقيقتها اللغوية لا حقيقتها الشرعية. أما قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مقصود بها الصلاة الشرعية. إذن الحقيقة قد تكون شرعية وقد تكون لغوية أو وضعية كما تسمى، وقد تكون عرفية. نعم، فهذه أنواع الحقائق. نعم، أكمل ثم انتقل إلى أقسام المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ثم سيذكر أمثلة على هذه الأقسام الأربعة. ذكر أقساماً أو تقسيمات للمجاز، وهذا التقسيم باعتبار العلاقة، فإن كانت العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي علاقة نقص فيسمى مجاز نقصان، وإن كانت علاقة زيادة سمي بمجاز الزيادة، أو كانت نقلاً يسمى بمجاز النقل، أو كانت استعارة وهو المجاز القائم على التشبيه فيسمى استعارة. طيب، الآن سيذكر أمثلة على هذه الأقسام الأربعة التي أشار، وهي ليست كل أنواع المجاز، وإنما وليست كل أقسامه، وإنما الأشهر. نعم. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكاف في قوله كمثله قد يستغنى عنها في الدلالة على أصل المعنى، فمن قال في غير القرآن ليس مثل الله شيء فقد أصاب، لم يخطئ، والمعنى مفهوم. والكاف هنا زائدة للدلالة على معنى زائد وهو التأكيد، وهو التأكيد. نعم، وفي هذه الكاف كلام طويل، لكن المشهور أنها زيدت لأجل التأكيد. طيب، والمثال الثاني
والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. فأصل الكلام واسأل أهل القرية، طبعا هذا كله على مذهب من يثبتون المجاز، واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مكانه، فأصل الكلام واسأل أهل القرية، فحذف أهل وقال واسأل القرية يعني أهل القرية. نعم. المثال الثالث: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. نعم، الغائط في أصل كلام العرب ما معناه؟ المكان المنخفض من الأرض، هذا هو معنى الغائط في كلام العرب. فالغائط هو مكان منخفض عن الأرض، كانوا ينتابونه يذهبون إليه لقضاء حاجتهم. فقضاء الحاجة لها كلمة حقيقية غير جيدة، يعني العرب ترى أنها كلمة غير مؤدبة، فيكنون عن قضاء الحاجة بمكان قضاء الحاجة. أنت الآن إذا أردت، أكرمكم الله، إذا أردت البول تقول أريد الحمام، هل أنت تريد الحمام نفسه؟ يعني تذهب كيف حالك يا حمام طيب الحمد لله السلام عليكم هكذا؟ لا، أنت تريد أن تفعل شيئا في الحمام، لكنك تكني بهذه العبارة تأدبا حتى لا تقول أريد مثلا أكرمكم الله البول. ولكن من جهة اللغة لو قال قائل أريد أن أتبول، والله كلامه صحيح ما في إشكال، ومن جهة الشرع يعني يجوز، لكن الأدب يقولون أريد الغائط، المكان المنخفض. لماذا؟ خلاص هذا معروف واضح. فالغائط في أصل لغة العرب المكان المطمئن أو المنخفض من الأرض، لكنهم سموا أو كنوا به عن قضاء الحاجة لكراهة ذكره الاسم الخاص به. واضح؟ نعم. فهذا يسمى مجاز بالنقل، نعم، لأنهم نقلوا المعنى الأصلي للغائط وهو المكان المطمئن إلى مكان آخر وهو، أو إلى معنى آخر وهو قضاء الحاجة تحديدا. طيب، النوع الرابع والأخير: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم، والاستعارة هو باختصار مجاز مبني على التشبيه، وله نوعان: استعارة مكنية واستعارة تصريحية، يذكر هذا في غير هذا المحل في علمي من علم البلاغة. لكن على كل حال المقصود هنا قال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض. طيب، هل الجدار له إرادة؟ مثبتوا المجاز يقولون لا، ليس له إرادة، الإرادة من صفات البشر. فيقولون في هذه الآية استعيرت الإرادة من البشر والكائنات الحية إلى الجدار الذي هو من الجمادات، فجعل للجدار إرادة، فكأنه الجدار الذي أوشك على الانهدام كأنه يريد هو أن ينهدم. فهذه هي الاستعارة. ونفاة المجاز يقولون للجدار إرادة، ليسوا مجانين، ها، علماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، السلام عليك يا حجر، وسمع تسبيح الطعام بين يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء، ها، حصر وقصر يدخل فيه الجمادات، إذن الجمادات لها إرادة ولها عبادة تخصها لا نعرفها نحن. فأن يكون للجدار إرادة شيء لا يستغرب ولا يستنكر، لكن عموما مثبتوا المجاز قالوا الإرادة منتفية عن الجدار، استعيرت الإرادة من الكائنات الحية والبشر كمثال إلى هذا الجدار، فيكون هذا مجاز مبني على التشبيه والاستعارة. طيب، على كل حال هذا ما جرى عليه المؤلف عليه رحمة الله تعالى ومغفرته. طيب، ننتقل إلى ما بعده: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ننتقل الآن إلى باب آخر، الباب الأول أو الفصل الأول في الكلام، انتقل الآن إلى فصل جديد، وهذا الفصل يتكلم فيه عن الأمر والنهي. فعرف الأمر فقال: الأمر استدعاء الفعل بالقول، وأصل الأمر
في اللغة بمعنى الطلب، ويعرفه الأصوليون بهذا التعريف وبغيره، فيقولون استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، هكذا عندك ممن هو دونه صح، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. الطلب أيها الإخوة له ثلاثة مراتب، الطلب له ثلاثة مراتب. إن كان الطلب من الأعلى للأدنى فهو الأمر الذي نتكلم فيه الآن، وإن كان الطلب من المساوي للمساوي سمي التماساً، التماساً، فأقول أنا لأحد الإخوة أعطني قلماً، هذا طلب لكن ليس أمر، وإنما هو من أخ لأخي، يعني فيه التماس، قد يوافق وقد لا يوافق. طيب المرتبة الثالثة أن يكون من الأدنى إلى الأعلى، هذا يسمى دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوب، اغفر، لكن ليس هذا أمر، هو دعاء، لأنه من الأدنى الفقير الحقير الضعيف إلى رب العزة مالك الملك والملكوت سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا. الآن الأصوليون يتكلمون عن المرتبة الأولى من الأعلى للأدنى، فهذا يسمى، هذا الطلب يسمى أمرا، وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، دونه يعني أقل منه مرتبة، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب يعني الجزم، بمعنى أنه إن لم يفعل فقد يعاقب ويأثم. طيب ثم قال والصيغة، وصيغته افعل. نعم، وهذه أشهر الصيغ، هذه أشهر صيغ الأمر، لكن صيغ الأمر كاملة أربعة، هذه أشهرها، افعل، اركب، اضرب، اشرب، اكتب، اسمع، أقم الصلاة، هذه كلها صيغة افعل، لكن أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري، هذه صيغ الأمر الأربعة، أربع ألفاظ بها الأمر دري يعني عرف، افعل هذه التي ذكرها، لتفعل وهو فعل المضارع المتصل بلام الأمر في أوله، اسم فعل وهو اسم الفعل النائب عن فعل الأمر، مثل هاك بمعنى خذ أو حي على الصلاة، مصدري أو المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى في سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب، ضرب مصدر لكن المقصود بها الأمر، فاضربوا الرقاب، فضرب الرقاب، فهذا مصدر ناب عن فعل الأمر، واضح؟ إذن هذه صيغ فعل الأمر الأربعة، أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. من كتبها؟ ها؟ وحفظها؟ بيت واحد، هذا بيت واحد، ليس عشرين بيتا، بيت واحد، لكنه يجمع لك صيغ الأمر الأربعة وأنت تشرب الشاي، أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري، لا يحتاج إلى عناء، لابد من الحفظ قليلا كان أو كثيرا، لابد، علم بدون حفظ لا ينفعك، ولذلك العلماء كانوا يقولون ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، هذا هو العلم، ليس بعلم ما حوى القمطر، والقمطر وعاء كانوا يضعون فيه الكتب مثل حقائبنا اليوم، فيقولون العلم الذي في الكتب في الحقيبة هذا ليس بعلم، ما هو العلم؟ الذي تدخل به الحمام، يجوز أن تدخل الحمام بالعلم؟ نعم، كما تدخل الحمام بالقرآن، أنت تدخل الحمام بالقرآن ولا لا؟ وأنت ها، كلكم يدخل الحمام بالقرآن صح أو لا؟ نعم، لأنكم تحفظون القرآن أو جزءا منه، تدخل بالحمام عادي ما فيش كال صح؟ فهذا هو العلم، لذلك بعضهم يقول كل علم لا أدخل به الخلاء لا أعده علما، ليس بمعنى أنه يأخذ الكتب والمصاحب، لا، هذا العلم في صدره، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، لابد، لابد من الحفظ. بعض الناس فتح الله عليه يستطيع أن يحفظ كل شيء، قال قتادة بن دعامة السدوسي ما سمعت شيئا إلا وحفظته،
والشعبي أيضا له مثل هذا. نحن لسنا مثل قتادة ولا الشعبي، لكن أقل شيء نحفظ بعض الأشياء، لكن لا شيء، لا شيء، بحيث إذا سألك سائل في أي ساعة من ليل أو نهار ما أركان الصلاة، القي الفأنية هل هي من الأركان أو من الشروط؟ لا، هذا الشافعية يقول حتى أركان الصلاة تحتاج إلى تفكير. ما الذي تحفظه إذن؟ ما العلم الذي عندك إذا أركان الصلاة الذي تصلي كل يوم 5 مرات لا تعرفها وتحتاج إلى الرجوع إلى الكتب لمعرفتها؟ إذن ما الذي تعلمناه 5 سنوات في الجامعة والمعاهد و7 سنوات وأركان الصلاة حتى الآن ما تستطيع تضبطها؟ لماذا؟ لأنك ذاكرت واختبرت. هذا هو العلم عندنا، هذا ليس بعلم، وليست هذه بطريقة تعلم صحيحة، ولم يدرج على هذا السالفون الأوائل، ولا بهذا نالوا العلم وأعلى المراتب. لابد من الحفظ، ولذلك ألف لك العلماء كتبا صغيرة تناسب الصغار في العلم، وكتبا كبيرة تناسب الكبار، وكتب المتوسطة تناسب المتوسط. ما الذي يناسبك؟ صغير احفظ، كبير احفظ وادرس، لكن فقط مقررات، صح خطأ، ناجح راسب، خلاص تعلمنا. لا يكون هذا علم أبدا، ولن تنال العلم بهذه الطريقة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وستظل إلى أن تلقى الله وأركان الصلاة وواجبات الصلاة محل شك لديك حتى تحفظ شيئا يجمع لك هذه الأمور. حفظ حفظ كما تحفظ الفاتحة، كما تحفظ الفاتحة، هذه أركان. يعني تخيل الآن لو واحد قال ما شروط لا إله إلا الله؟ صدقني إذا سألنا هذا السؤال الآن، بل أنا أعطي، لو سألناه في جامعة مرموقة في أي بلد من بلاد العرب قبل العجم لوجدنا من يعرف ومن لا يعرف. لماذا؟ درسوا، لكن مقررات وانتهى الأمر. لابد من الحفظ، ولذلك العلماء ما تركوا شيئا إلا ونظموه ونثروه. ما السهل عليك؟ النظم احفظ، النثر احفظ، لكن خاوي الوفاض بعد 20-30 سنة من طلب العلم في مراحل مختلفة، صدقني ستشعر بالندم عندما يتقادم بك الزمن أكثر، وترى الأطفال يضبطون أشياء لا تضبطها أنت. من مهمات العلم، لا أتكلم من تفاصيل علم، فما من أحد إلا ويحفظ أشياء ويجهل أشياء أخرى، لكن أصولي أن أتكلم شروط لا إله إلا الله حتى الآن تحتاج إلى ما هي وهل هي 7 ولا أركان الصلاة. إذن ما الذي حفظناه؟ ما الذي تعلمناه؟ الشهادات التي عندنا في البيت هذه شهادات ماذا؟ إذا حتى أركان الصلاة ها؟ ثم بعضهم يقول لا هذا ليس تخصصي، أنا دكتوراه في اللغة العربية، الصلاة هذه تخصص؟ نعم هي تخصص المسلمين وأنت مسلم، فهذا من تخصصك. أنا لا أتكلم عن النوازل وأقول هل تجوز الصلاة في الطائرة والسفينة أو لا، لا أتكلم عن أركان الصلاة. إذن لابد من الحفظ، لابد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. اللهم آمين. طيب، إذن هذه ألفاظ أو صيغ الأمر، 4 ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل، اسم فعل مصدري. نعم. طيب ننتقل الآن إلى ما بعده. قال والصيغة الدالة عليه افعل، ثم قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. يعني الأصل في هذه الصيغة صيغة افعل متى ما رأيتها أو سمعتها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعرف أن من وراءها حكما شرعيا وهو الوجوب. هذا هو الأصل، وهذه القاعدة المضطردة، حتى يرد دليل آخر يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما شيء آخر كالندب. فالأصل في الأمر أنه للوجوب، ظاهر أمر الوجوب واحملي نهيا على التحريم في القول الجلي، هذا ظاهر الأمر أنه يفيد الوجوب، كما أن ظاهر النهي كما سيأتي معنا أنه يفيد التحريم. نعم. طيب ثم قال
وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن صلوا قبل المغرب، هذه للوجوب الأصل فيها، لكن لما ورد في نهاية الحديث أو في بعض الروايات لمن شاء، عرفنا أن الصلاة قبل المغرب واجبة ولا ليست واجبة؟ لماذا؟ لأن الأمر لا يفيد الوجوب. لا، الأمر يفيد الوجوب، لكن هناك دليل صرف هذا الوجوب إلى شيء آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء. واضح يا إخوة؟ هذا مثال. طيب، ثم قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. نعم، هل الأمر يقتضي التكرار؟ يعني إذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، هل هذا معناه هذه الصلاة فقط ولا كل مغرب نصلي قبله؟ خلاف بعض العلماء يرى أن الأمر يقتضي التكرار، وبعضهم لا يرى أنه يقتضي التكرار. وهناك مسائل متفق عليها أنها تقتضي التكرار أو لا تقتضي التكرار، وهي ما ارتبطت بعلة ما. يعني الآن مثلا حديث صلوا قبل المغرب، المغرب صلاة تتكرر في كل يوم أو هي يوم واحد فقط؟ يعني اليوم نصلي المغرب، غدا نصلي العشاء فقط، بعده نصلي الظهر؟ لا، كل يوم يؤذن للمغرب ويصلى المغرب. إذن الصلاة مرتبطة، الصلاة قبل المغرب ارتبطت بعلة متكررة وهي دخول وقت صلاة المغرب، فكلما تكررت العلة وهي دخول وقت صلاة المغرب تكرر الأمر بالصلاة قبل المغرب. لكن هناك بعض العبادات قد لا تتكرر، فالأمر بها لا يفيد التكرار عند الشافعية، وإن كان في المسألة نزاع عند أصحابنا الحنابلة. نعم، لكن ننتقل إلى ما بعدها ويكفينا هذا. نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور. هذه مسألة أخرى، وهي هل الأمر يقتضي الفور؟ إذن عندنا ثلاث مسائل: هل الأمر يقتضي الوجوب؟ نعم. هل الأمر يقتضي التكرار؟ الصحيح عند الشافعية أنه لا يقتضي التكرار، وإن كان بعض الشافعية وغيرهم يقولون يقتضي التكرار. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة: هل الأمر يقتضي الفور؟ ما معنى الفور؟ أداؤه بعد الأمر به مباشرة، هذا معنى الفور. أداؤه بعد الأمر به مباشرة، أو امتثاله بعد الأمر به مباشرة. فإذا قال السيد لعبده: إيتني بماء، فعند الشافعية لو جاءه بالماء بعد 100 سنة فقد امتثل الأمر. نعم، ولذلك وجوب الحج عندهم ليس على الفور. فإن استطعت الحج الآن ثم تركته وحججت بعد 50 سنة لا بأس عنده، بخلاف غيرهم ممن يقولون تأثم ما دام أن الحج وجب عليك وتوفرت فيك الشروط وجب أن تحج هذه السنة. لكنهم يقولون الأمر ليس على الفور إنما على التراخي، وهذا في الحقيقة فيه ما فيه. لكن عموما مثلنا بمثال: لو قال الأب لابنه أعطني ماء، فغاب الابن ولم يأتي بالماء، فقال لماذا لم تأتيني بالماء؟ قال لأن الأمر على التراخي. ما رأيكم في هذا؟ هذا مقتضى قول الشافعية، والله أعلم. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. طيب، هذه مسألة جديدة. هل الأمر بالشيء أمر بما يستلزمه هذا الشيء أو لا؟ الآن الله عز وجل أمرنا بالصلاة، صح؟ طيب، أليست الصلاة لا تصح إلا بالوضوء؟ الجواب بلى. فهل يكون الأمر بالصلاة أمر بالوضوء؟ بلى، نعم، الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وأمر بإزالة النجاسات، وأمر بالبحث عن بقعة طاهرة، وأمر باستقبال القبلة، لأن الصلاة لا تصح إلا بهذه الأمور، وهكذا.
واضح؟ الأمر بالحج أليس أمر بالبحث عن الدابة التي تركبها لتذهب إلى على إلى إلى الحج بها؟ الجواب بلى، إن كان في استطاعتك طبعا. واضح؟ فالأمر بالصلاة أو الأمر بالشيء أمر بما يستلزمه. ومن هذه المسألة يقولون الأمر بغسل الوجه في الوضوء قد يستلزم الأمر بغسل جزء من الرأس، لأن غسل الوجه كاملا لا يتم حتى تدخل في شيء من رأسك. فهذه قاعدة الأمر بالشيء أمر بما يستلزمه. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. هذه المسألة يقول فيها بعض الأصوليين، أظنه الزركشي في البحر المحيط، يقول هذه من أشكل مسائل أصول الفقه، من أشكل مسائل أصول الفقه، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة. فلا أرى لا أراني مضطرا إلى التفصيل فيها، لكن أحاول أوضحها توضيحا يسيرا وإن كان لا يناسب حجمها. وهي: إذا أمرنا الله بشيء وكلفنا بتكليف، فهل مجرد الامتثال والبدء في هذا التكليف يقطع التكليف؟ يعني الله عز وجل يطالبنا أن نؤدي صلاة الظهر إذا دخل وقتها، دخل وقت الظهر وأذن وأقيم للصلاة وقلنا الله أكبر، انقطع التكليف أو لا ينقطع حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويثبت أنك توضأت واستقبلت القبلة ولم تحدث أثناء مسألة؟ على كل حال لا يترتب عليها شيء في الحلال والحرام، مسألة جدلية كلامية، فلا حاجة لنا في التعريج عليها كثيرا. لكن على كل حال هو قال: وإذا فعل يعني الأمر يخرج المأمور يعني المكلف عن العهدة يعني عهدة التكليف. طيب، وهذه المسألة يعبر عنها بهل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا في كتب الأصول الكبيرة، هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا؟ كما قلنا من أشكل المسائل ومبنية على بعض الأصول الكلامية الذي ليس هذا محلها. طيب، أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. نعم، إذن أهل الإيمان العقلاء المكلفون يدخلون في أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيهما، فكل ما أمر الله به أو رسوله أو نهى الله عنه أو رسوله فأهل الإيمان مطالبون بامتثاله أمراً واجتنابه نهياً، هذا معروف. طيب، الساهي والناسي والصبي والمجنون هل يقال غير مكلفين؟ وهل غير تكليفهم دائم أو مؤقت؟ قد يقال غير مكلفين حتى ينتبه الناسي والساهي ويبلغ الصبي ويعقل المجنون. طيب، هذا هو، فهما غير مكلفين حتى يحصل ما يكلفون به من استيقاظ النائم وتنبه الناس والساهي وعقل المجنون وبلوغ الصبي. قال صلى الله عليه وسلم: نسيت أول الحديث، ما هو؟ رفع، أحسنت، رفع القلم عن ثلاث: منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، جميل. طيب، نكمل، ينتقل الآن إلى مسألة تتعلق بالتكليف أيضا. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. نعم، وقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. طيب، الآن هل الكفار مخاطبون بالتكاليف؟ التكاليف على قسمين:
أصل التكاليف وهو الدخول في الإسلام وتوحيد رب العالمين، وفروع التكاليف وهي كما اشتهر عند العلماء الصلاة والزكاة والجهاد والصيام. أما أصل التكليف فمحل اتفاق أنهم مكلفون به، ولم يصيروا كفاراً إلا بجحد أصل الشريعة وهو توحيد الله واتباع رسله أو الإيمان برسله. لكن فروع الشريعة والصلاة والزكاة هل مكلفون بها؟ لابد أن تعرف ما هي ثمرة المسألة. ثمرة هذه المسألة هي ثمرة اعتقادية أخروية، وهي هل يزاد في العذاب عليهم لأجل ترك هذه التكاليف أو لا. هذا هي ثمرة المسألة. يعني من قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال يزاد في عذابهم يوم القيامة لتركهم الصلاة، يعني لا يعذب فقط على كفره، يعذب على كفره وعلى ترك الصلاة وترك الصيام وترك البر الوالدين وترك عدم شرب الخمر وغير ذلك. والدليل أن الله قص حالهم ومآسيهم في سورة المدثر في قوله تعالى في حوار بين أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم منهم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وبين أهل النار: عفانا الله وإياكم من حالهم ومآلهم. أنهم قيل لهم، قيل لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدى بكم إلى دخول هذه النار والعذاب فيها؟ نسأل الله السلامة. فقالوا، لم يقولوا فقط لم نكن من الموحدين، لا، وإنما قالوا لم نكن من المصلين، والصلاة من الفروع، ولم نكن نطعم المسكين، والصدقات والزكوات من الفروع، وكنا نخوض مع الخائضين، ها، وهذا أيضا من الفروع، الوقوع في الغيبة والنميمة وغيرها من آفات اللسان، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا من الأصول. إذن عذبوا في النار ليس فقط على الأخير الذي هو أصل الدين وهو الإيمان باليوم الآخر، وإنما عذبوا كذلك في النار على هذه الثلاثة التي هي من فروع الشريعة. إذن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجواب نعم، هو قول الجمهور لهذه الآية. ما الفائدة من المسألة؟ اعتقاد زيادة العذاب على الكفار لتقصيرهم في فروع الشريعة. وضحت؟ طيب، ننتقل إلى ما بعدها. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ثم قال بعدها: والنهي استدعاء الترك بالقول. طيب، قبل أن ندخل في النهي، قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. بمعنى يمكن أن يقال بتعبير آخر كما قال ابن قدامة في الروضة، قال: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. يعني إذا قال لك قائل قم، فكأنه قال لك لا تقعد، ليس كذلك؟ أنت الآن جالس، فقال لك شخص قم، معناه ماذا؟ لا تجلس. وإذا قال لك لا تشرب، فكأنه العكس، وهكذا. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فمن قال لك لا تشرب كأنه قال صم عن الشرب، نفس المعنى. لكن هذا يستلزم ليس من جهة المعنى، لأننا فرقنا بين الأمر والنهي. النهي له ألفاظه وصيغه، والأمر له ألفاظه وصيغه، لكن كل منهما يستلزم الآخر. نعم، هذا معنى هذه المسألة. ثم انتقل للحديث عن النهي، فقال في تعريفه: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن، يعني طلب، استدعاء يعني طلب، طلب الترك، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل. إذن لابد في الأمر والنهي من القول. إذن الإشارة ليست أمرا ولا نهيا عند الأصوليين. يعني واحد قائم فقلت له هكذا، ددك يعني، ها، هل هذه الإشارة أمر أو نهي؟ لا، الأمر لابد أن يكون كلاما، وهو استدعاء الفعل بالقول، وكذلك النهي استدعاء الترك بالقول. نعم، على سبيل، لم يقل على سبيل، إنما قال نعم على سبيل الوجوب، يعني من لم ينتهي يأثم، ها،
هذا معنى الوجوب وهو الحتم اللازم. طيب، وأمثلة النهي في القرآن يعني كثيرة والسنة، ولا تقربوا الزنا وغير ذلك من يعني النواهي الموجودة في القرآن والموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخن من خانك، هذا مثال آخر في السنة. نعم. طيب، والنواهي والأوامر قد تكون في المعاملات وقد تكون في العبادات. نعم، وقد تكون على سبيل الوجوب وقد لا تكون، أو على سبيل التحريم أو تكون على سبيل الكراهة والندب فقط. نعم، وهذا له محل، وهذا ما يسمى بصوارف الأمر والنهي، وألفت فيه رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان صوارف الأمر والنهي عند الأصوليين جمعا ودراسة. هذا يعني باب واسع، لكن العلماء يقولون أن الأمر أصله الوجوب والنهي أصله التحريم، وإن كانوا يقولون أن الأمر يأتي لنحو من 30 معنى. تخيل، الأمر يأتي لنحو 30 معنى، لكن الأصل أنه للمعنى الأول وهو الوجوب، لكن قد تأتي أدلة تدل على صرفه عن الوجوب إلى هذه المعاني الأخرى، وهو الآن سيذكر شيئا من هذا الآن. نعم، ثم قال: ويدل على فساد المنهي عنه. نعم، هذه مسألة مهمة، وهو هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ يعني ما نهى الله عنه فهو فاسد عبادة كان أو معاملة؟ نعم، الجواب نعم، عند الشافعية والحنابلة وغيرهما يقول النهي يقتضي الفساد، فلو نهى الله عن شيء ففعل هذا الشيء فيكون باطلا. مثاله في العقود، أو مثاله حتى في العبادات، النهي عن بيع الدرهم بدرهمين. يعني مثلا أنا أحتاج إلى ريال، وسمعت أن حتى في كلانتان يقولون على الرينجت ريال تقريبا. المهم، أحتاج إلى رينجت جديد لأعطيه هدية لأحد الأبناء، صلى الله أن يحفظ أبناءنا جميعا. فالمهم، الرينجت الذي عندي قديم، فقلت لأحد أعطيني الرينجت القديم حتى أعطيه الرينجت الجديد حتى أعطيه هدية لأحد الأبناء، وخذ أنت رينجت بدلا منه لكن قديم، أو هذا الرينجت الذي نصف نصف العملات الصغيرة 50-50. فقال: لا، الرينجت الجديد أعطيك برينجت ونصف. فهذا يدخل في النهي عن بيع الدرهم بدرهمين، يعني بيع الرينجت برينجت أكثر منه، هذا مع اتفاق العملة طبعا. أما إذا اختلفت العمل فالأمر في ذلك أسهل، وتسمى المصارفة ولها شروطها في فقه المعاملات. طيب، الآن هذه المعاملة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، والنهي يقتضي الفساد، بمعنى إذا أعطيتك الرينجت والنصف وأخذت منك الرينجت الجديد، يقول المفتي أو الفقيه يقول هذه المعاملة باطلة، محرمة وباطلة، بمعنى لا يزال الرينجت والنصف ملكا لأحمد والرينجت ملكا لزيد أو عمرو الآخر. واضح؟ فهذا معنى أن ليس فقط النهي يقتضي التحريم، بل التحريم والفساد، بطلان المعاملة ووجوب ردها إلى ما كانت عليه قبل العقد. قبل العقد أيضا النهي عن صيام، هذه في العبادات، النهي عن صيام أيام العيد، فمن صام يوم العيد أثم ولم يصح صومه، كأنه لم يصم، كأنه أتعب نفسه، يعني كما نقول على الفاضي، لم يستفد شيئا، لا أجرا ولا ثوابا، كأنه كان مفطرا. فهذا معنى النهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الجمهور منهم الشافعية والحنابلة، وإن كان في المسألة خلاف. طيب، من جهة الأصول ومن جهة الفقه. طيب، ثم قال: وترد. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. إذن كما قلنا قبل قليل، صيغة الأمر قد يراد بها 30 معنى، كما ذكر ابن النجار
الفتوحي في شرح الكوكب المنير أو حتى الزركشي في البحر المحيط، معاني كثيرة، لكن الأصل فيها والمعنى الأقوى هو والراجح هو الوجوب. لكن أراد هنا أن يشير إلى بعض معاني صيغ الأمر الأخرى، فقال قد يأتي ويفيد الإباحة. قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم، كما في أول سورة المائدة، فإذا حللتم فاصطادوا. هل معنى هذا أن كل من أنهى حجه وحل وجب عليه الصيد؟ أمر، والأمر للوجوب. لا، يقولون الأمر إذا جاء بعد الحظر أفاد الإباحة، لأننا نهينا عن الصيد وقت الإحرام ثم أمرنا به بعد انتهاء الإحرام، فهذا يدل على أن النهي على أن الأمر هنا يفيد الإباحة وليس الوجوب. فالأمر قد يفيد الإباحة. طيب، وقد يفيد المعنى الثاني التهديد، كما قال تعالى في سورة فصلت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فيأتي بعض الأشخاص هداهم الله يقول هذا دلالة على أن يعني الله عز وجل يعني أمرنا، من يريد يكفر يكفر، من يريد يؤمن يؤمن، يعني هذا ما أدري استدلال قائم على أي شيء يعني. فنسأل الله السلامة. فهذا تهديد، هذا أمر يفيد التهديد، لأنه عقب عليها فقال إنه بما تعملون بصير، يعني أنت مخير ثم ترى النتيجة يوم القيامة، كما قال القائل إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فهذا أمر، نعم، لكن أمر يفهم منه التهديد، وهكذا قال عامة المفسرين، كل المفسرين قالوا هذا الكلام إلا مفسري زماننا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. طيب، المعنى الرابع من معاني، أو الخامس من معاني، لا أو الرابع، المعنى الأول الوجوب، المعنى الثاني الإباحة، المعنى الثالث التهديد، المعنى الرابع قال أو التسوية. التسوية يعني التسوية بين الفعل وتركه، بين الفعل وتركه، كقوله تعالى اصلوها فاصبروا في سورة الطور عن أهل النار عفانا الله وإياكم، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن صبر الكفار عن العذاب في النار يفيدهم بشيء؟ يفيدهم؟ ها؟ لو صبر أهل النار على العذاب في النار هذا يفيدهم في شيء؟ لا. طب لو لم يصبروا يفيدهم في شيء؟ لا. إذن هذا هو التسوية، أصبر أو لا تصبر لا فائدة. واضح؟ طيب، المعنى الخامس والأخير مما ذكره قال أو التكوين. والتكوين هو الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم على وجه السرعة، والمقصود به كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. فهذا أمر، لكن ليس أمر لطلب الفعل، يعني ليس هم من سيحولوا أنفسهم إلى قردة، ها، وإنما هذا أمر كوني، بمعنى أن الله أراده فسيحصل حالاً. واضح؟ هذا هو التكوين، وهو الإيجاد من العدم على سبيل السرعة، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ننتقل إلى فصل آخر. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قول، نضيف كلمة مهمة لهذا التعريف، من غير حصر، وقد أضافها العلامة الجلال المحلي في شرحه، ما عم شيئين فصاعدا، نضيف إليها كلمة من غير حصر، أو جملة من غير حصر، لأن كل شيء محصور ليس بعام وإن بلغ ما بلغ. ولذلك يقولون الأعداد ليست من ألفاظ العموم، ليست لأنها محصورة، محصور مليون إنسان، مليون محصور ليس عام، هذا خاص. تريليون أيضا محصور، محصور في تريليون ليس أكثر. لكن إذا قلنا مثلا كل إنسان في خسر، هذا يعم عددا معينا؟ لا،
لو كان البشر عددهم مليون لعمهم هذا الوصف، لو كانوا مليونين لعمهم، تريليون لعمهم، أكثر أقل عمهم. نعم، هذا الفرق بين العام وغير العام. الحصر العام ليس محصورا. نعم، من قوله، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني هذا من جهة اللغة يقال مطر عام يعني شامل منتشر. وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به. عندك أي شملتهم به هذه ولا لا؟ طيب، أصلا هذا والله أعلم، هذا هذه الأمثلة قد تكون من الشرح وليس من المتن، لكن لا بأس، مع اختلاف النسخ. طيب، الآن سيتكلم عن موضوع مهم. إذن عرفنا ما هو العام، ما عم شيئين فصاعدا على سبيل من غير حصر، ومعنى العام في اللغة الشامل. طيب، عرفنا ما هو العام. سينتقل الآن للحديث عن ألفاظ العام. ما هي الألفاظ التي تستعمل في اللغة، في اللغة العربية للدلالة على العموم؟ سيذكر أربع ألفاظ من أشهر الألفاظ. نعم، الأول، وألفاظه أربع: الاسم الواحد المعرف باللام، مثل ماذا؟ العصر مثلا، العصر، مثل أو مثل، معذرة، الإنسان، مثل الحيوان، مثل الرز، مثل الرز، الإنسان، الحيوان، هذه ألفاظ معرفة بأل. أل فيها تدل على العموم، فعندما تقول الرز جميل فهذه الألف واللام قد تكون للعموم، العموم. فكيف نعرف أن أل للعموم أو لا؟ لأن أل قد تكون للعهد، قد تكون للعهد الذهني أو الذكري، وقد تكون للعموم أو ما يعرف بالاستغراق. كيف يعني نميز بينهما؟ ها؟ إذا صح، اسمع، إذا صح استبدال الألف واللام بلفظ كل كانت الاستغراق، وإذا لم يصح لم تدل على الاستغراق. فعندما يقول شخص الرز جميل أو الأرز جميل، إذا كان يقصد رزا معينا وهو ناسي جورينج فقط، فهذه الأل لا تدل على العموم. فإن قلت له تقصد كل رز جميل، قل لا، لا أقصد هذا، أقصد ناسي جورينج فقط. إذن أل هنا لا تفيد الاستغراق والعموم. وإذا قال شخص إندونيسي أو ماليزي الرز جميل، فهذا يعرف أنه بالتأكيد يريد كل رز، لأنهم يحبون الرز حبا جما. طيب، هذا هو، هذه هي الصيغة الأولى من صيغ العموم، وهو الاسم المعرف بأل التي للاستغراق، وليس بكل أل، ليس بكل ألف ولام، وإنما بالألف واللام التي للاستغراق وليست للعهد. فقوله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا ليست للاستغراق، وإنما المقصود بها العهد الذكري، وهو موسى عليه السلام المذكور في الآية التي قبلها: فعصى فرعون الرسول. طيب، الصيغة الثانية: واسم الجمع المعرف باللام. نعم، اسم الجمع المعرف لام، الأول مفرد والثاني جمع، مثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، خاصة أنها أكدت بكافة، أو قد أفلح المؤمنون، المؤمنون يعني جميع المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات التي ستذكر، ليسوا الصحابة فقط، وليسوا العرب فقط، وليسوا العجم فقط، إنما أهل الإيمان جميعا ممن اتصف بهذه الصفات التي ذكرت في صدر السورة. طيب، الصيغة الثالثة: والأسماء المبهمة كمن في من يعقل. الأسماء المبهمة يعني الأسماء التي تحتاج إلى صلة، مثل الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وغيرها.
سيضرب مثال ببعض هذه الأسماء. قال: كمن؟ في من يعقل، كما في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. يدخل في من هنا كل عاقل، كل إنسان عاقل، ذكرا كان أو أنثى، قديما كان أو حديثا، عربيا كان أو أعجميا. هذا مثال من. ومن تستعمل غالبا في العقلاء، قد تستعمل في غيرهم. طيب، مثال ثاني. قال: وما فيما لا يعقل، أيضا غالبا، كقولك مثلا: ما عندي شيء، ما عندي شيء، أو مثلا: ما جاءني منك قبلته، ما أعطيتني قبلته. فلو أعطيتني ثعبانا لزمني أن أقبله، لأن كلامي يفيد العموم، ولو أعطيتني ضربة ممكن أيضا، لأنه قال: ما أعطيتني قبلته، وما تفيد العموم. طيب، ثم قال: وأي في الجميع. وأي في الجميع، فأي تستعمل في العاقل وتستعمل في غير العاقل، مثل قولك: أي أبنائي حفظ القرآن أعطيته جائزة. فلو حفظ الابن الأول أو البنت الثانية لا إشكال عندك، أنت قلت أي أبنائي. وقد تكون في غير العاقل، مثل: أي شيء تريده مني أعطيك، فلو طلبت عيني لأعطيتك. هكذا يقال في يعني كلام بعض العرب من باب المبالغة، يعني في حب الشخص وإكرامه: لو طلبت عيني لأعطيتك. نعم. طيب، حتى قال الشاعر وهو يعني يصور نفسه في شدة حبه لمحبوبه: لو قال لي مت، لو قال لي مت، مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. نعم، لا ندري أصادق أو كاذب، لكن الشعراء يتبعوهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ثم في عند الحقائق تنكشف العزائم. نعم، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الدعاوى سهلة، أن يدعي الشخص شيئا، لكن عند الحقائق كما قيل تنفسخ العزائم، تظهر حقيقتها وتتضح، إما وإلا. اللهم استعان، نسأل الله أن يجعل عزائمنا في الخير ثابتة غير خائرة منتكسة. طيب، الصيغة الرابعة، أو أكمل، بقي في الصيغة الثالثة بعض الأمثلة. قال: وأين؟ وأين في المكان، مثل: أينما تكون يدرككم الموت. ومتى؟ ومتى في الزمان، مثل: متى شئت جئتك أو زرتك، متى شئت زرتك. وما في الاستفهام والجزاء وغيره. نعم، ما في الاستفهام، مثل: ما عندك. وقد تكون في الجزاء، نحو: ما تعمل تجزى به، ما تعمل تجزى به. وعندك في الاستفهام والجزاء فقط، وغيره. وغيره، ها؟ طيب، وغيره قد تكون للخبر، فتقول: ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، وإن كانت هذه تستعمل للاستفهام، أو ما عندك جميل مثلا، ليست للنفي وإنما للإخبار. فيقول مثلا: عندي لحم ورز وكذا، فيقول: ما عندك جميل، كل ما عندك جميل، فهي للعموم هنا في الخبر. ثم الصيغة الرابعة. قال: ولا في النكرات، كقولك: لا رجل في الدار.
ونضيف عليها صيغة خامسة واحدة وهي كل وجميع. فكل وجميع من أشهر وأقوى صيغ العموم. كل وجميع الصيغة الخامسة من صيغ العموم. وأما لا في النكرات فهي كثيرة، مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا تدعو مع الله أحدا. على كل حال الأمثلة كثيرة، ولكن الهدف التمثيل للإيضاح. ثم قال: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. النطق يعني الألفاظ، العموم من صفات النطق يعني من صفات الألفاظ والأسماء. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الأفعال أو من الفعل، فالفعل لا يدل على العموم، فلا يستدل بقول النبي صلى الله أو بقول الصحابي عن رسول الله: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر، على جواز قصر الصلاة في أي سفر كان طويلا أو قصيرا، لأن الفعل لا يدل على العموم. سافر النبي فقصر عليه الصلاة والسلام، هل كان السفر طويلا أو قصيرا؟ لا نعرف. فقد يقول قائل: الفعل يقتضي العموم، بمعنى أن هذا يعم كل سفر طويلا كان أو قصيرا. لا، هذا لا يستدل به على مذهب عامة العلماء، وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة. أو ما جرى مجراه، وما جرى مجرى الفعل هو الأقضية النبوية، الأقضية النبوية ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى عند الأصوليين بقضايا، بمسألة قضايا الأعيان، هل تفيد العموم أو لا، مسألة مشهورة بين النبي عليه الصلاة والسلام عند في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء والأصوليين تحديدا. مثلا: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، هذا قضاء نبوي، هل يفيد العموم؟ فكل جار له جار في أرض مشتركة بينهم يقال فيها بالشفعة إذا أراد أحدهما أن يبيع. بعض العلماء وهم عامة العلماء الجمهور يقولون نعم، وبعض العلماء يتحفظون على هذا يقولون قضايا الأعيان لا تفيد العموم. طيب، هذا ما يتعلق ب ما الذي يفيد العموم، الأسماء والألفاظ فقط أو كذلك الأفعال وما جرى مجرى الأفعال. فالشافعية وهو الذي قرره هنا يرون العموم مقصور على الأسماء والألفاظ فقط، ولا يتطرق العموم إلى الأفعال ولا ما جرى مجرى الأفعال، والله أعلم. طيب، ندخل يعني قليلا في الخاص بما أننا ذكرنا العام، ونقف يعني موقفا قريبا إن شاء الله. أكمل. والخاص يقابل العام. نعم، يعني في المعنى، في المعنى، فمعنى الخاص عكس معنى العام. نعم، ومن جهة اللفظ كذلك، فعكس العام الخاص، وعكس العموم التخصيص أو الخصوص. طيب، فعرفنا العام بماذا؟ ما هو تعريف العام؟ ما دل على شيئين فصاعدا من غير حصر. فيقال في تعريف الخاص: ما دل على شيء معين، أو ما دل على شيئين فصاعدا مع الحصر. فما يكون تعريف الخاص؟ ما دل على شيء بعينه أو شيء معين، أو ما دل على شيئين فصاعدا مع الحصر. هذا معنى أن الخاص عكس العام. طيب، ومعنى التخصيص؟ والتخصيص تمييز بعض الجملة. نعم، وبعض العلماء يقول التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل، أو نقول كما قال المؤلف رحمه الله تمييز بعض الجملة بدليل. مثاله قوله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين مثلا، فهل يدخل فيها جميع المشركين؟ الجواب لا، يخرج منها المعاهدون وأهل الذمة القائمون على عهودهم والمستأمنون. إذن الآية وإن كانت فيها لفظ يفيد العموم إلا أنها مخصصة، إلا أنها مخصصة. طيب،
نكمل الآن. سيتكلم عن أقسام التخصيص أو أقسام المخصصات. نعم. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. في الحقيقة هذا ليس تقسيم التخصيص، وإنما تخصيص ما يحصل به التخصيص. هذا تقسيم لأي شيء، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. ما هذا؟ تقسيم لأدوات التخصيص. فأدوات التخصيص منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. ما معنى متصل؟ يعني لا ينفصل عن اللفظ العام. هذا المتصل، ما لا ينفصل عن اللفظ العام، هذا تخصيص بأدوات التخصيص المتصلة. وما معنى أنه منفصل؟ أن لفظ التخصيص منفصل عن اللفظ العام، هذا هو المقصود. واضح؟ فهناك مخصصات تتلازم وتتصل مع اللفظ العام، وهناك مخصصات تكون بعيدة عن اللفظ العام، وسيأتي التمثيل على كل منهما. نعم. قال: فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم. طيب نضرب بعض الأمثلة على هذا. قال: فالمتصل الاستثناء، وسيأتي الحديث عن الاستثناء مفصلا. ثم قال: والشرط، هذا المخصص المتصل الثاني. والشرط المقصود به يا إخوة الشرط اللغوي، الشرط اللغوي: أكرمك إن جئتني، أعطيك هدية إن نجحت في الاختبار. هذا هو تعليق شيء على آخر، هذا هو المقصود بالشرط. نحو الأمثلة التي ذكرناها: إن جئتني أكرمتك، فالإكرام مشروط بالمجيء، صح؟ أعطيك هدية إن نجحت، فإعطاء الهدية معلق به، مشروط بالنجاح، إن لم تنجح فليس لك شيء. جعلنا الله وإياكم من الناجحين في الدارين، اللهم أمين. المخصص الثالث من المخصصات المتصلة هو التقييد بالصفة. لو قال قائل: أكرم الماليزيين من أهل كلانتان. إذن لو في واحد منا الآن ليس ماليزيا يكرم؟ لا يكرم. العبارة: أكرم الماليزيين كلانتانيين. طب لو كان هناك ماليزي لكن ليس من كلانتان، من قدح أو من بيرليس أو من كوالا، ها يكرم على هذه الحد؟ هذه لا يكرم، لأن الإكرام خاص بمن اتصف بصفتين: ماليزي وكلانتاني مثلا. يعني أكرم الناجحين من الطلاب. طب لو أن الطلاب 150 نجحوا و50 رسبوا، من الذي سيخصص بالإكرام؟ الناجحين فقط، 50 فقط. واضح؟ وهكذا. إذن التخصيص قد يكون بالصفة، بوصف ما. طيب قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. إذن التحرير، هذا الحكم متعلق بماذا؟ بالرقاب التي اتصفت بالإيمان فقط. فلو وقع إنسان في شيء كالوقوع على أهله في نهار رمضان مثلا، واقتضى أن يعتق رقبة، فأعتق عبدا، هذا طبعا في الزمان الأول، أعتق عبدا كافرا، هل يتحقق له الكفارة؟ الجواب لا، لأن الله قال: فتحرير رقبة مؤمنة مثلا، يعني كمثال. وهكذا. طيب الآن سيبدأ بالحديث عن الاستثناء وأحكامه والشرط وأحكامه والوصف وبعض أحكامه. فقال: والاستثناء، والاستثناء إخراج ما لولاه دخل لدخل في الكلام. نحو؟ ما عندك نحو؟ ها بس هذا فقط. هكذا. ثم بعدها ماذا قال عندك؟ وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. طيب عرف الاستثناء فقال: ما لولاه، إخراج ما لولاه دخل في الكلام. وقد يقال إخراج بعض ما دخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. على كل، هذه تعريفات كلها صحيحة، الهدف منها تقريب المعلوم، هذا هو الاستثناء. يعني مثاله: جاء الطلاب إلا زيدا، جاء الطلاب إلا زيدا أو إلا عمرا، أكل القوم إلا خالدا، نجح الطلاب إلا عمرا،
هذه كلها أمثلة على الاستثناء. ثم الآن سيبدأ في ذكر شروط صحة الاستثناء، فقال في شروطه: ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام. هذا الشرط الأول. لا لا، عندك أول شرط وإنما يصح. ها؟ وإنما هذا الشرط الأول. نعم. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. نعم، والشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء. أسلوب الاستثناء يا إخوة له ثلاثة شروط، له ثلاثة أركان: أداة الاستثناء، المستثنى، والمستثنى منه. حتى يكون صحيحا لابد أن يبقى من المستثنى منه شيء. فلو قلت جاء الطلاب إلا كلهم، هذا عي من الكلام ولكنة، هذا كلام ليس من كلام العرب. جاء الطلاب إلا، لم يبقى شيء. إذن من الذي لم يأتي ومن الذي أتى؟ لك 1000 درهم إلا 1000، إذن ماذا له؟ فهذا الاستثناء استثناء باطل. طب ينبني على بطلانه ماذا؟ إثبات ما قبل الاستثناء. خطير هذا. ينبني على بطلان هذا الاستثناء إثبات ما قبل الاستثناء. فلو قال رجل عند القاضي يريد أن يلعبها، فذهب عند القاضي وقال: لمعز علي 1000 درهم إلا 1000، ماذا يقول له القاضي؟ إذن معز له عندك 1000 درهم، أعطنا وإلا السجن. لا يسمح اللعب في مثل هذه الأمور، يلغى اللعب، وما قبله إقرار صحيح مأخوذ به في القضاء. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام. أن يكون متصلاً بالكلام، لا يكون منفصلاً. فلا تقول مثلاً: له علي 1000 درهم، ثم بعد يومين ثلاثة تقول: إلا 500. لا، غير مقبول، غير مقبول. هذا نقبل ما قبل الاستثناء، وما بعده لغواً باطلاً، نفس الشيء. فلابد أن يكون الاستثناء متصلاً. والاتصال في الاستثناء له نوعان: استثناء حقيقي واستثناء حكمي. الاستثناء الحقيقي أن تقول: له علي 1000 درهم إلا 500، هذا اتصال حقيقي. والاستثناء الحكمي أن تقول، تفضل أستاذ، تقول: له علي 1000 درهم إلا 500. هذا السعال لا يؤثر، لأنه شيء لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه. مثل هذا الانفصال لا يعتبر، فيقال: هذا الاستثناء متصل. هل حقيقة؟ لا، في الحقيقة لم يتصل، لأنك توقفت لحظات لأجل السعال أو العطاس، فيقال متصلا، هذا متصل حكما، فهو صحيح وإن لم يكن قد اتصل. طيب، الشرط الذي بعده، هذه شروط غير معتبرة عند الشافعية التي سيذكرها، هي شروط عند مذاهب أخرى، لكن عند الشافعية ليست شروطا. منها: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. نعم، فلا يشترط أن يتقدم المستثنى أو المستثنى منه، أيهما بدأت به لا بأس، فتقول: ما قام إلا زيدا، ما قام إلا زيدا أحد، صحيح في لغة العرب، أو ما قام أحد إلا زيدا، صحيح، كلاهما مقبول. طيب، لكن عند بعض العلماء يشترطون البدء بأحدهما. الشرط الثاني غير المعتبر عندهم: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، فتقول: جاء القوم إلا الحمير، هذا جائز عند الشافعية، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى: إلا إبليس، فالملائكة، فإبليس ليس من الملائكة لكن الله استثناه. والجمهور يقرون بأن هذا واقع في القرآن، لكن يؤولونه بالإضراب، فيقولون: الاستثناء هنا بمعنى بل أو لكن. على كل حال، مسألة لغوية بحثها اللغويون والأصوليون، نحن الآن نقرر مذهب الشافعية. فالاستثناء من الجنس عند الشافعية صحيح. طيب، عند الحنابلة غير صحيح. طب هل هناك فرق في الأحكام؟ وهذا الذي
يهمنا ونختم بهذه المسألة، هل هناك فرق في الأحكام في الفقه في هذا؟ نعم. مثاله: إذا جئنا عند القاضي وقلت له لأمير علي 1000 رنجت إلا كتابا، عند الحنابلة يقولون له عليك 1000 رنجت كاملة، وعند الشافعية يقولون له عليك 1000 رنجت ناقص قيمة هذا الكتاب، لأن هذا الاستثناء عندهم صحيح وعند الحنابلة باطل. إذن هناك فرق في الأحكام، نعم، وعلم الأصول يؤثر في الأحكام كثيرا، هو علم أصلا لاستنباط الأحكام، وهذه من ضمن المسائل. فمن قال أن الاستثناء من غير الجنس صحيح يخصم قيمة المستثنى من المستثنى منه، ومن قال أنه باطل يقبل ما قبل الاستثناء ويلغي ما بعد الاستثناء. واضح الفرق؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يذكرنا وإياكم من الخير وما نسينا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين لا ضلين ولا مضلين. نستكمل إن شاء الله بعد الجمعة، وقد تبقى تقريبا نصف، يعني أقل من النصف بقليل، فنحتاج إلى بعد، متى نكمل بعد الجمعة؟ ها؟ متى يعني بعد الجمعة في أي ساعة؟ بعد الأكل؟ طيب، والأكل في أي ساعة؟ في الثانية؟ في الثالثة؟ ما شاء الله، حتى الخامسة. طيب جيد، إذن يكفي إن شاء الله، يكفي بإذن الله تعالى. نسأل الله يبارك لنا ولكم في الوقت المتبقي، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولا تنسوا كثرة الإكثار على الصلاة، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف لمن لم يقرأها. ونختم بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.